السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا المربع نت الأعزاء. اليوم تجربتنا فخمة ورياضية بشكل بحت. ليش؟ لأنه قاعدين نتكلم عن البنتلي بنتيجا سبيد اللي هو يعتبر أسرع SUV في العالم حاليا، وهذا اللي جنبي بالضبط هي أول سيارة في الشرق الأوسط. هنختبرها مع بعض في حلبة دبي أوتودروم عشان سيارة زي دي بعدد الأحصنة هذا اللي هو 626 حصان لازم نجلدها في الحلبة عشان نعرف من جد كيف الأداء حقها. التغييرات اللي حصلت عليها السيارة جدا بسيطة بمقارنة بطراز 12 سلندر و 8 سلندر. حوريكم بالضبط كل التغييرات البسيطة اللي حصلت عليها السيارة وحنشوفها مع بعض الحلبة عشان نعرف كيف الأداء حقها. المحرك عندنا 6.2 W12 12 سلندر بيولدنا قوة 626 زي ما قلت لكم 900 نيوتن متر لعزم الدوران. حنتكلم أكثر عن المحرك وإحنا بنسوق السيارة، بس خلونا نشوف التغييرات اللي صارت في واجهة السيارة. طبعاً أول شيء نلاحظه لون الشبك. لون الشبك صراحة جداً غريب، جاي كده كروم بس في نفس الوقت تحسوه عليه زي التضليل، مرة غريب اللون، جاي رمادي كروم كده. أنا صراحة ناسبني اللون، شايفه أحلى بكثير من موديل ال 12 سلندر العادي اللي هو بيجي كروم بس عادي. الاختلاف الثاني اللي عندنا في الشمعات بتجينا مضللة من جوا باللون الأسود عشان يعطيها كده منظر رياضي أكتر وشرس. التغيير الثالث اللي حصلت في الواجهة حقت السيارة عندنا طبعا الصدام الرياضي الزايد ده من تحت عشان يعطينا ايروداينامك أفضل للسيارة وهي ماشية على الطرقة. تعالوا نشوف مع بعض التغييرات اللي حصلت عليها البنتيجا سبيد من الجنب. نشوف طبعا أول شيء جنوط بمقاس 22 إنش ضخمة جدا، لسه عندنا أكبر ديسكات بريك في العالم عليها اللي هي سيراميك بريكس. بعد كده بنشوف عندنا البادج حق السبيد هنا في الجنب عشان بس تذكركم إنكم بتسوقوا أسرع SUV في العالم عشان يعني لا حد ينسى. غير كده هذه بس التغييرات. عندنا كمان الصدام اللي مسوينه هنا من تحت او الرفرف اللي مسوينه تحت برضو عشان يكمل الصدام الامامي ويعطيها انسيابية افضل للهواء. طيب نيجي نتكلم عن الواجهة الخلفية، واول شيء نلاحظه طبعا الجناح الضخم اللي بنلاقيه على البنتيجا سبيد. طبعا ما نشوف في الموديلات الثانية، بيكون بشكل اصغر هنا اكبر جناح مع فتحات عشان يوفر لنا برضو داون فورس وايروداينامك افضل للسيارة ككل. بعد كده نيجي نشوف الاستبات الخلفية الستوب لايتس بتجينا برضو تنتد باللون الأسود أو كده مضللة تحسوها من الداخل باللون الأسود عشان تعطيها طابع رياضي أكتر وما تكون شكلها نفس البنتيجا العادية اللي متعودين عليها. بعد كده نشوف طبعا عندنا مخارج العوادم نفس تقريبا مخارج العوادم اللي بنشوفها في W12 ال 12 سلندر وليس نفس اللي في V8، مختلفة شوية. الاختلاف الثاني اللي نقدر نشوفه طبعا عندنا الصدام مع مشتت الهواء، هذا طبعا جديد بس يكون اكسكلوسيف في نسخة السبيد اللي هو مشتت الهواء من تحت وبرضو الصدام الرياضي البسيط اللي ضايفينه عشان يعطيها المظهر الرياضي البحت حق بنتيجا سبيد. طيب نيجي نشوف داخلية البنتيجا سبيد. لما نيجي نتكلم طبعا عن الداخلية اول شيء حنلاحظ الماتيريال اللي مستخدمينه بالنسبة للجلود كله بيجينا بجلد الكنتارة اللي هو بيجينا زي الشموة. هذا الجلد يعني يجي أخف من الجلد اللي دائما يستخدموه بنتلي. طبعا سيارات بنتلي فخمة معروفة بيستخدموا أفضل أنواع الجلود أفضل أنواع الخشب، بس هنا لا، مستخدمين جلد الكنتارة عشان يوفروا شوية وزن في السيارة. غير كده بنشوف تطعيمات الكاربون فايبر اللي موجودة جوة نسخة السبيد بتيجي بس مخصصة لنسخة السبيد، ما نقدر نشوفها على أي نسخة تانية من البنتيجز. نيجي تاني كمان للمقاعد برضو مستخدمين فيها نفس الجلد الكنتارة مع أيضا تطريزات بالدايموند بتيجي بس لنسخة السبيد، وأيضا كاتبين عبارة سبيد على المقاعد عشان يذكروا كل أحد إنكم أنتوا لسه مو قاعدين تسوقوا البنتيجا العادية، لا قاعدين تسوقوا نسخة السبيد اللي هي أسرع SUV في العالم. غير كده برضو بنشوف بادجز حقت سبيد جوا السيارة على الطبلون، وأيضا بنشوفها على فتحات الأبواب. السقف بالكامل بيجي بجلد الكنتارة طبعا بفتحة السقف البانورامية الضخمة. فالسيارة كده صح إنه بنتلي ولازم تكون فخمة، بس في نفس الوقت لأنها أسرع SUV فمحل ما تحط عينكم جوا السيارة بتشوفوا كده لمسة رياضية ضايفينها هم عشان يذكروكم إنها ما هي أي بنتيجا، لا بنتيجا سبيد أسرع
فئه من سيارات بنتلي بنتيجا. ايضا بتشوف على الستيرنج ويل في برضه مستخدمين جلد الكنتارا. صح انها لمسات جدا بسيطه اللي مستخدمينها او مغيرينها في نسخه السبيد، بس انا صراحه جدا ناسبتني لانها معطيتها طابع رياضي في نفس الوقت جايبه تصميم فخم. قبل ما انزل الحلبه ونجرب السياره مع بعض، خليني اعطيكم فكره عن صوت الاكزوست حقها ونسمعه مع بعض. طالعين الان بالبنتيجا سبيد على الحلبه عشان نجلدها صح على الحلبه ونشوف كيف الاداء، هل هي فعلا تستاهل لقب اسرع سياره اس يو في العالم او لا. حاليا طبعا احنا في حلبه دبي اوتودروم، وهحط السياره على مودل سبورت واقلبها مانوال عشان نبدا الطرب والدعس. هي صراحة ال 12 سلندر ما تحس كصوت زي ال 8 سلندر، ال 8 سلندر غالبا يجي صوتها اعلى، بس كذا ال 12 سلندر ليها نبرة تعجبني الصراحة كذا بالذات من داخل السيارة. بتقصر طبعا، بتمسك حجم سيارة ووزن مو طبيعي، دوبها من سرعة 220 الى تقريبا 20 كيلومتر في ثواني. روعة كانت برفورمس حق البريكس. طبعا بنتكلم عن اكبر ديسكات سيراميك بريكس في العالم، فالمفروض تعطينا على الاقل هذا الاداء. يعني سيارة بهذا الحجم وبهذا الوزن أنا شايفه صراحة روعة. بنسمع صوت التربوهات صراحة رائع، تحسوا التربوهات وهي بتفتح معاكم من جد، بتحسوا بيها، بتسمعوا الصوت وتشوفوا أداء غريب فجأة كده بوست بيجيكم مع التربوهات، كأنك زي ما يقولوا نعطيها نايترو ولا شيء كذا، شيء صراحة رائع كأداء. وتجيب الصراحة يعني درجة الحرارة جدا عالية، المفروض التربوهات شوية تسخن وما تدينا أداء عالي، بس ما شاء الله ماني شايف أي لاج في التربوهات، شايفها شغالة معايا مرة كويس ما شاء الله. البريكس روعة، يعني قاعد أجرب البريكس، قاعد اجرب السسبنشن. على فكره بنتلي حسنوا في السسبنشن حق السياره او المساعدات حقتها بحيث انها تكون رياضيه بكفاءه عاليه انها تستحمل هذه القوه الحصانيه. نتكلم تاني عن المحرك. المحرك 12 سلندر زي ما ذكرت لكم، المحرك 12 سلندر بسعه 6.0 بيولد لنا قوه 626 حصان و900 نيوتن متر لعزم الدوران، يخلي البنتلي بنتيجا سبيد تتسارع من 0 ل 100 كيلومتر في 3.9 ثواني فقط. طبعا وصلت توب سبيد 305. نفسي صراحة اجرب التوب سبيد بس المساحة هنا ما تساعد ابدا في الحلبة، ولا لو عندنا خط ستريت طويل جدا ممكن نجربها مع بعض ونشوف الطبلون. اتمنى ان الصوت واصل لكم وكيف انا قاعد استمتع فيه من جوا السياره. الله على البوست حق التربوهات صراحه يريح الاعصاب والله.
220 إلى 70 كيلومتر تقريبا. صراحة كل ما بطلع من كوع أو لفة بعطيها دعسة وبسمع صوت التربوات كيف بتفتح. صراحة من جد إحساس ال 12 سلندر غير، إحساس ال 12 سلندر غير مختلف تماما عن الثمانية، مختلف لأنه تعرفوا ليش الفرق؟ تحس السيارة من جد وزنها ثقيل، تقول مستحيل هذه السيارة بهذا الوزن وبهذا المحرك حتنط بهذه النطة اللي هي قاعدة تنط. والصراحة يعني فاجأتني، خلصت لهم البنزين أبشركم، بس كله فدى عيونكم طبعا، لأن أنا جاي أجلد السيارة وأجلد الكفرات والبريكات، ماني جاي أجربها وأتمشى بالسيارة، لا جاي أجلدها. صراحة انصدمت، أنا ما كنت متوقع صراحة الأداء هذا. إذا من جد حابين إنكم تقتنوا سيارة بهذه الفخامة وتكون جدا رياضية، أنصحكم بالبنتلي سبيد. صراحة البنتلي بنتيجا سبيد SUV، بنتلي فخم جدا، ما يحتاج نتكلم عن الفخامة يعني بنتلي. بنفس الوقت صراحة الأداء جدا مفاجئ، انا صراحة متفاجئ الى الان، ماني مستوعب انه هذه بنتيجا. يعني انا على بالي قاعد اسوق سيارة اخف من كده بمحرك 8 سلندر، يعني اقل شيء ما شاء الله 12 سلندر، تحسوا انكم قاعدين تسوقوا سيارة يعني محرك جدا خفيف. السيارة لما تكون على سرعة واطية والار بي ام عالي وتعطوها فوق معكم التربوهات على 5000 من 4000 و5000، ممتع النطة اللي تعطيكم يا السيارة. اضرب بيها في كل كورنة، في كل لفة، في كل ما ابدأش كده. نكون انتهينا من التجربة، ان شاء الله تكون وصلت لكم الاحاسيس اللي انا حسيتها، لانه صراحة اهني بنتلي والله على البرفورمنس انه سيارة البنتيجا كده صارت. انا شايف انه الاداء صراحة روعة، تستاهل اللقب احس. بس انا اتوقع المصنعين التانيين ما حيسكتوا لهم ابدا، ما حيسكتوا لهم، وانتوا عارفين انا قصدي مين. قبل ما نخلص تغطية البنتلي بنتيجا سبيد، بس حاب انوه هي ليش اخذت لقب اسرع SUV في العالم، لانه السرعة او التوب سبيد اللي وصلتها السيارة هي 306، اللي هو يعتبر اسرع سرعة لSUV وصلتها في العالم، فعشان كده استحقت هذا اللقب بقوة الاحصنة اللي فيها وبقوة العزم اللي فيها. أتمنى في نهاية الفيديو أني أكون غطيت لكم كل الأشياء اللي تحتاجوا تعرفوها عن البنتلي بنتيجا سبيد، وعشان تعرفوا الفرق بينها وبين أخواتها الثانيين اللي هما البنتلي V8 والبنتلي 12 سلندر اللي بتجينا البيسك اللي هي أول إديشن. أشوفكم إن شاء الله في تغطيات قادمة، كان معكم أخوكم باهي، في أمان الله.